سؤال يا استاذ وسام، سؤال اتفضل يا فندم. تفتكر انه المشكله بتبدا عند مين؟ هل بتبدا عند تجار الجمله اللي بيفتح المزاد على عالي؟ لا، هي المشكله مع احترامي لحضرتك ماهيش في تاجر. المشكله كلها في عدم الضرب من الحديد. يعني انا النهارده لما الزم البائع بوجود تسعيره ومحدش يقدر يتلاعب في الاسعار، انا متفق معاك، متفق معاك، لكن برضو انت شايف ان تجار الجملة بيفتحوا المزاد على عالي، ولا اصحاب المراكب هم اللي بيبيعوا السمك، او صحاب المزارع بيبيعوا السمك على عالي، فيجي لا. تاجر الجملة هو كمان يروح فتح المزاد على عالي، يجي التاجر يروح هو شاري بالغالي فيبدأ يدي للصغيرين بسعر غالي، فتبقى السلسلة لحد ما توصلي وتوصل لك غالية. هقول لحضرتك الموضوع ماشي ازاي. النهاردة فتح السوق على مصراعي خلى كل الناس بقت بتبيع سمك. يعني النهارده انت كنت تنزل بورسعيد زي ما الحاج عبده قال لك كده، كان عندنا حصه سمك معروفه، عندنا كام تاجر بيبيعوا سمك، الدنيا معروفه تمام. النهارده كل اللي ملوش شغلانه جاب بوكشتين ثلاثه ووقف بحهم، فده بقى عاوز ده سمك وده عاوز سمك، والتاجر مصلحته انا بشتغل في مزاد، انت النهارده هتاخد مني ب 10 قروش، في غيرك هياخد باكتر شويه، انا يهمني مصلحتي. واما باجي اكلمه، يعني انا ما جيت اتكلمت قال اصل العماله، وصل مش عارف الجاز، وصل مش عارف ايه، مع ان انت بتكسب كويس جدا. يعني انت النهارده قلل هامش الربح بتاعك، ربنا هيكرمك وهيرضيك وهتبيع لناس كتير. طبعا هو المشكله كلها صدقني والله يا استاذ يوسف، احنا من جوانا لو 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 احنا قلبنا على قلب بعض، وان شاء الله ده اللي هيتم، احنا مش هنسمح لحد يستغلنا ابدا.